السلام عليكم، معكم خليل، أتمنى تكونوا بخير وعافية. اليوم الخميس الساعة 6:30، صحيت مروق شوية بعد ما كان عندي احتقان من يومين، وقلت خليني بما إنه عندي شغل متراكم من يومين أبغى أسويه، فقلت خليني أصور حلقة يومية من اليوميات في يوم الخميس. فنبدأ إن شاء الله. عندي كم مشكلة أبغى أصلحها، وعندي كم يونت تيست أبغى أختبره، وعندي سيرفر لازم إني أخلص أعمل له ديبلوي لبرنامج معين، وأنزل عليه شوية موديولات وأختبرها تكون شغالة كويس. فقدامنا يوم طويل. حاجة لازم ناخد تيستينج باك اب من الداتابيس اللي فيها المشكلة عشان نختبرها عندنا هنا في اللوكال قبل لا نرفعها على السيرفر طبعا. أتأكد إني أنا أحدث الريبوزيتوري. عشان لو في أحد من الشباب كتب حاجة وأنا ما منتبه لها فأخذ التحديث الأخير طبعا. كلون نعمل أتاتش بليز. Override for all. Okay, so we restart the server on the same given. الداتابيس توب انا سويت لها ريستور. اين انت؟ اوكي، اول مرة ما اعطاني اي ايرور بس ليش ما جاش سكسيد عموما. حسب الريبورت اللي جاني إنه الباق بيجي لما أحد العملاء عندنا يسوي فاتورة مستردة. نشوف إيش الوضع. أوكي، هذه أمورها تمام. لكن خلينا نشوف فرضا لو في فاتورة مستردة. اوكي، هذه المشكلة فعلا. في اي نموذج هذه اللي هو بس بعد كيو لا ريبورت.
طبعا اعذروني لو صوتي مبحوح زي ما قلت في بداية الفيديو، جايين احتقان من 3 4 أيام تقريبا. هذا ليش محطوط في نفس الجروب؟ المفروض يكون في جروب لوحده ولا؟ H3 سنتر، اوكي سنتر ليف، وهذا الجروب كامل. في بي ار بي ار، هذا الديف هنا، اوكي تمام. انا حشيل الشيء ذا تمام بسبب ازمه، خليك انت في الديف هنا هذا يا عزيزي. اوكي اعطيني البي ار، ابغى الفاصل نشوف نجرب على هنا. خلينا نقول نحن نبغى نحدث هذا الموديول بعد الريستارت، نشوف ايش اللي صار. هنا نمر ريفرش بسيط، المفروض المشكلة تكون حلت. اوكي تمام، تأكد منها هنا وهنا وهنا في كل مكان أفضل، علشان قبل أن أرفع التعديل هذا، لأن ما أحب أرفع تعديل ويكون في مشكلة بعدين، ما له فايدة التعديل. طيب ممتاز، الآن بما إني ضبطت الدنيا هنا، أسوي أبديت للريبوزيتوري. حقت اللي إحنا نسخ الآن حقت كي أوفر رايت يا سيدي، نو بروبلم. يلا نعمل كوميت بسيط and then كوميت، نكتب الكوميت fix invoice، invoice refund invoice، fix invoice refund أعتقد يكون كفاية يعني. refund QR، هذا الفرق بين الأشياء اللي تعدلت في الريبوزيتوري الأخيرة، فهذا الشيء اللي أنا أبغى أوديه طبعا للسيرفر. commit and push yes، جزاك الله خير. خلونا ندخل على السيرفر الآن ونحدث السيرفر نفسه. حندخل هنا وحنروح عند التنوير، طبعا هذا بيساعدني ان انا اعمل كونكشن على اي سيرفر انا ابغاه بسرعه. اوكي كده انا دخلت السيرفر سي دي، وين اللوكيشن حق الملف صراحة أنا ناسي، لكن تي سي ولا يوزر. اوكي بعدين سي دي library، بعدين سي دي python 3، سي دي destiny packages، وبعدين سي دي، وبعدين قربنا نوصل. هذا ملف الريبوزيتوري، هذا الملفات حقتنا كلها، نعمل get او مفروض اي نعم 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 والباسورد حقت هاب، which is شيء مزعج مرة صار الفترة الأخيرة. طب نسيب الكود ده هنا علشان ما أدري ده حينسخ من الفيرجوال مشين على الماك دو، لكن عندي فكرة أفضل.
سيف أعطيني shared folders مع desktop يا desktop سوري يا هنا GitHub code سوري GitHub كيمتاز أنا كل اللي علي إني أروح الديسكتوب الآن عندي هنا وأشغل ال يس أشغل ال أين ذهبت؟ أيوه ممتاز أنا هنا شغال على الشاشة الثانية ترى شاشة اللابتوب نفسها وبعدين حنسوي هنا اكسيت من هذا السيرفر جزاك الله خير والله ترميس انتم مره رهيبين صراحه يعني انا ايش اسوي بدونكم صراحه والله يا فيري هابي منكم صراحه ليف ريفيو بعدين جزاكم الله خير انا بستخدم النسخه المجانيه وناوي اخذ النسخه المدفوعه صراحه انتم مره رهيبين صراحه لما ترميس هذا البرنامج الأساسي اللي أنا بستخدمه لإدارة السيرفرات يعني بدل لا أدخل السيرفر الاستضافة نفسها وأخذ معلومات السيرفر وأحطها في التيرمينال وأدخل بالإس إس إتش وأجرى راس لا هذا البرنامج زي ما إحنا شايفين هنا بيسيف لي كل السيرفرات الله بالباسوردات بالروتس بالأشياء اللهم أنا بس أخذ يعني احط المعلومات وخلص دقيقتين بدخل على السيرفر مباشره فما في داعي اني اضيع وقتي كل شوي فمره ممتاز انصحكم فيه صراحه في الويندوز في شيء اسمه بوتي بي يو تي واي برضه هذا كلاينت بصراحه ما هو احسن من ترميوس بس اذا حابين فكره مشابهه ومجانيه برضه نفس الحاجه اوكي خليني الان اشوف قائمه التريلو عندي اوكي تمام خليني أشوف شو ثاني عندي. أوكي بكم جزاكم الله خير ما أبغاكم لا صراحة. أوكي تمام نفس الموضوع بما إنه هذه المشكلة الموديول هذا موجود في كذا مكان عندنا وفي كذا سيرفر فالمشكلة موجودة برضو في مكان آخر فلا بد إن إحنا نصلح الموضوع هذا نفسه. راح نروح للبارل تمام تمام ما اعتقد في داعي اني انا اسوي تست مره ثانيه بما انه الموضوع مره بسيط انا كل اللي راح اروح على جيت كلون من داتابيس اخرى نور أبو النور يا أبو النور أهلا وسهلا نستنى يخلص يا تعتش يا سيدي يا أبو النور أنت عندك أي حاجة غريبة يا أبو النور حتى أبو النور عنده كم كاستمايز كده غريب سو ماشي views views.org and report okay احنا بس نبغى نصلح شيء مرة بسيط نبغى نطلع ده زي ما اتفقنا من جروب
هنطلع هذا فقط من الجروب زي ما هو، تمام. هنطلع هذا من الجروب، تمام. وأعطيني الديار، جزاك الله خير. بس هو هذا الفيكس اللي راح يصير عندنا اليوم. اوكي، نعمل له اد، اتأكد بس ال DR موجودة. نعمل له كومنت برضه، تمام. وخلينا نكتب نفس الكومنت: invoice refund QR fix. يب، بس اللهم هذا المرة هذه هيروح على الريبوزيتوري حق أبو النور. بوش بليز، شكرا. نروح على أبو النور، موجود عندنا هنا ولا احنا مضطرين ناخده؟ أبو النور، إيه أبو النور موجود. صراحة أنا عندي مستند كامل لمواقع الملفات، بس صراحة ما في أفتحه. User library Python 3 distance packages Udo custom أبو النور، يا سلام. LL now get pull from the repository copy as easy nice sudo عشان نخوف السيرفر. Stop. ده سيرفر شيء خطير طبعا يا شباب، يعني الواحد يكون حريص قدر الإمكان، يركز أي شيء يحطه في السيرفر ينتبه، ترى هذا سيرفر، ما هو شيء يعني بسيط. بس عشان متعود على الموضوع، بس برضو دائما بكون حريص ودائما بسوي دبل تشيك، يعني بشيك كذا مرة قبل لا اسوي بوش لأي حاجة في الدنيا. نمسيس ماسكوت في الزاوية، كنوع من انواع ال ايستر ايجز يسموها، تعرفون انا احب ريزنت ايفل مرة، ف احب احطه في زوايا معينة في فيديوهاتي. بس شايفينه هنا بالزاوية، أيوه. ابحثوا عني. طيب نرجع نشتغل. لا خلصنا من هذا. المفروض الباك فيكس نبان الآن عندنا كتاسكات، بس لو بدي أعطي إشعار للشباب بالموضوع، ف خليني أرسل لهم على الشانل حقتنا. هم عاد لما يصحوا من النوم ويقرأوها براحتهم. إنه في حد كان صاحي زي بدري، طبعا تقريبا أنا الحمد لله يوميا أصحى في الوقت ده، يعني 5:30 أو 6 تقريبا. أوكي، في مشكلة ثالثة الآن وأشيك عليها. طبعا احنا بنستخدم في كل التطويرات حقتنا وفي كل السولوشن حقتنا اودو، بنستخدم سولوشنز اخرى، لكن mainly انا مسؤول عن اودو، يعني فانا اللي بسوي implementation وبسوي استشارات وبسوي ايضا development عليه، ف mainly حتشوفوا اودو. طبعا هو اوبن سورس اي ار بي، بيستخدم لغه البايثون والاوبن اوبجكت فريم ورك.
اللي ما عنده خلفية ايش يعني مصطلح الاي ار بي، اللي هو انتربرايز ريسورس بلاننج، تطبيقات وبرامج إدارة المنشآت. في فيديو عندي سويته قبل كده بيشرح الموضوع هذا، برضو هحطه في الديسكريبشن تحت إذا حابين تشوفوه. لأن في مشكلة أنا محيراني، صار لها 3 أيام من قبل ما أكون مريض، حتى أحاول أراجعها مرة ثانية. أعتقد لا لا لا، مشروعات يا صديقي اللي هم قمرة ممتنة. طبعا شايفين القرد اللي في الزاوية هذا؟ هذا اللي في الزاوية هنا، هذا القرد اكستنشن معين يختصر علي الوقت، بدل ما اضغط الديباج هنا عشان يجيب لي اوبشنز كده معينة، انا منزله بحيث انه الديباج هنا زيرو، يعني مش شغال الديباج مود، لكن لو ضغطت الان هيختصر لي ويشغل لي. استخدام الاكستنشن احيانا حقت البراوزرات، خصوصا لو كنت انت ويب ديفلوبر ترى مره تساعدك. طيب نروح فين يا صديقي؟ نروح نبغى نشوف ليش أرقام الفواتير لا تظهر عند المستردات. اوكي هذا الفاتورة اللي ساعدها. في نفس الوقت لو اني ابغى اسوي مسترد لشيء معين، اعمل برنت ما بيطلع حتى التاريخ. إذا هذا هو الديفولت بيهيفير، لازم أشتغل مع الشباب علشان أشوف كيف ممكن نعمل إنهانس.
طبعا هذه مكتوبة بالجافا سكريبت، وأنا لا، عشان أكون معكم صريحا، لا أفقه شيئا في الجافا سكريبت. يعني أقدر أمشي حالي بأشياء مرة بسيطة، ولكن ما أقدر أعدل أي حاجة بشكل مباشر. عندنا بالشركة خبراء أكثر مني في موضوع الجافا سكريبت. اللي بيكتب فيكم جافا سكريبت يا ريت يعلمني، أو يقول لي يعني في الكومنتس إنه هو بيكتب جافا سكريبت. Let QR value convert to QR code company. طب أنا ممكن أعرف بس التاريخ فرضا، التاريخ موجود فرضا، date. طيب والديت هنا ليش مش موجود؟ خلي هذه النقطة لين ما اجتمع مع الفريق اللي كتب الموضوع ده اللي عدله، بس حبيت أشوف كده إيش في شيء ممكن أسويه أنا هنا. الآن الساعة 7، بس نبغى أشتغل على السيرفر الجديد، لكن إلى الآن المعلومات حقته ما وصلتني. المفروض إنها تكون وصلت أمس في الليل، بس أنا ما شيكت الإيميل أمس في الليل بصراحة. حنتظر شوية، راح أسوي فطور فرضا، وبعدين أرجع ناخذ بريك ونرجع إن شاء الله. أنا ذكرت سابقا إنه الفيديوهات الفلوج أو فيديوهات اليوميات حاجة ما هم مخطط لها، فالآن قدمنا للساعة 1:30. من بعد ما سويت فطور ساءت حالتي شوية، فرحت سويت كم شغلة طبعا، وديت ابني الحضانة وزوجتي الدوام، وبعدين بدأت تسوء حالتي فرحت المستوصف أخذ محلول، فالحمد لله الآن أحسن. لكن الشغل لسه ما خلص، فرجعت أكمل، فقلت أكمل برضو الفلوج. على الأقل الآن وصلتني معلومات السيرفر، فأقدر يعني أبدأ أشتغل عليه. أنا أوريدي دخلت على السيرفر وعرفته على تيرمينيوس هنا. حبدأ طبعا أسوي على الديبلويمنت، بمعنى ماني أنا عندي دوكيومنتيشن في الصفحة الثانية، أقدر أبدأ أنزل المتطلبات. أوكي، هنزل الـ database PostgreSQL بالكماند هذا، هيبدأ طبعا يعطيني إنه جالس ينزل. السناك حقي شوفان وسكوب بروتين وقطع شوكولاتة وبلوبري. طب بس خلصت. نعمل بول الابليكيشن من جيت هاب نايتلي. اوكي، نخلي 15 سنة. تمام. ممتاز. بعد الابديت وبعدين نكتب about git install. yes، طبعا هذا لأول مرة يشوف لينكس سيرفر. هذا لينكس سيرفر. في الفيديو السابق تكلمت عن أهمية وجود أساسيات
نظام لينكس او فهم اساسيات نظام لينكس، الاوامر الاساسيه لكل مهندس برمجيات، فتقدروا برضو تشوفوا الفيديو السابق. ننتظر يخلص تبدا الاشياء هذه. ساعات الخميس يكون يوم واحد حاسب حسابه انه حيرتاح فيه شوية وحيكسل فيه شوية، لكن الحمد لله على الانشغال. ليش الواحد مستعبانة؟ يدري ليش شوية. اوكي الحمد لله خلص. اوكي نبدأ ننزل الـ dependency حقة الـ CSS. ننزل ينزلس كمان. حتى وجهي الحمد لله صار أحسن من الصباح. كان ما طلع عندي التهاب في الحلق، مش احتقان حتى. انت طولتي اكثر من الابلكيشن نفسه. اوكي يس يلا ننزل السي اس اس. نبدأ ننزل الـ Python dependency. يعني في Python dependency أخرى أيضا ننزلها. بعدين نبدأ ننزل الـ document. اوكي اوكي هذه كلها خلصت. بايثون بارت كود ممكن نبدأ ننزل ال document reader الانترفيس. يب يس بليز. اوكي
خلينا نتأكد بس نزل ولا ما نزل الشيء ترى. WHTML2PDF version. Two PDF. مو مشكلة، خلينا كسلانين شوية. اوكي 12.6 with patched QT، كده معناته الانستليشن مضبوط حسب الدوكيومنتيشن اللي عندي. اوكي خلينا نبدأ نعمل ال custom add-ons الخاص فينا. make directive custom add-ons، يعني سوي لي ملف جديد اسمه custom add-ons. ممتاز. ممتاز. خلينا نعمل run الابليكيشن كده على السريع ونشوف. هناخد ال IP. طبعا ما حقدر اظهر الـ IP هنا عشان الخصوصية يعني والسكيورتي. اوكي الدنيا صوبها شغالة ما في مشاكل الحمد لله. بما اني شغلت الابلكيشن المفروض ملف الديبندنسي يكون محدد الان. ATC user ال ATC يب هذا التكست اديتور الان nano.udo.config nano.udo.config. ادخل على جيت هاب واسوي ريبوزيتوري جديده. نروح جيت هاب ونعمل ريبوزيتوري جديده. ينس اتش ار، لا خليها دوت فواصل احسن. ينس اتش ار احسن، خليها دوت فواصل. ينس اتش ار برايفت طبعا، نوت بابليك، السكيورتي والامان. تمام هذا التكست اديتور. هغير الادون باس ونخلي الوركرز فايل عشان كونفيجريشن حق السيرفر. واصلة. خلينا نحط الادون باس وللدقة دائما الافضل انه ننسخ. كده ايوه ايش كان الجيت هاب اللي قبل شوي سويناه احنا؟ كان اللي هو اخره اي ان اس اتش ار. تمام اي ان اس اتش ار تمام كده. اما تمام نعمل كنترول او عشان نحفظ. يس وات تو مي بليز. بعدين نرجع على ال اوكي
اوكي نرجع للكاستم ادونز هنا هنعمل جيت بول او لا جيت كلون عشان بس نتاكد ان الريبوزيتوري هذه شغاله معانا جيت كلون تمام كلونينج طبعا بيطلب مني الباسورد يطلب مني الباسورد او مش الباسورد اللي هو الريبوزيتوري حقت الجيت هاب وهذا الريبوزيتوري انا عندي بتتغير فتره لفتره بيقول لي الريبوزيتوري از امتي فاضيه فعلا بس اهم حاجه اني اتاكد انها موجوده حلو بس عملت الاسم باخذ الريبوزيتوري انا قبل شويه لسه ضفتها في الجيت هاب الان جت عندي هنا في السيرفر اوكي تمام سوي ريفرش بسيط اوكي هنا نعمل البيس يا صديقي العزيز جيت للريبوزيتوري الفاضي حقتنا اللي قبل شويه كانت هنا عشان ننزل الملف الفاضي هنا ANS close enough attach طبعا هي فاضيه فخلصت بسرعه نكمل الادونز اللي انا بنزلها في الشاشه الثانيه time off extends اوكي خلينا نبدا اضيف عليها اشياء جدا بسيطه ونقولها على السيرفر بس الحمد لله على الاقل الابلكيشن معنا اشتغل يعني انجزنا حاجة خلصنا السيرفر الحمد لله في حاجة تانية نحتاجها هنا لا 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 شكرا لا 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 خلي كده هذا اوكي هذا ممكن بعدين يعني اوكي اتش ار بريسنس طبيعي ارتب الدنيا كده انا عندي اوه لا انا غلطان انا في الفيرجن 14 مسطول غلطان يا صديقي غلطان factor delete المفروض احول على ال على ال الفيرجن الاحدث اللي هي 15 مش 14 موضوع بسيط جدا انا راح اروح افتح ال work environment الاخرى اعملها new وهذه 15 هنا
خلينا نعمل مرة ثانية كلون نام AIS ولا اوكي مش مشكلة، هي لازالت موجودة في مشروع آخر، فاحنا هنروح نحذفها. انت ليش بتعمل لود اندكس؟ يعني ترى ما في حاجة فيها، هذه مشكلة ال HR احيانا بيرفع الضغط صراحة. ما هو راضي، ليش ما هو راضي يعني؟ لا 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 جزاك الله خير. عادي عادي، الأمور هذه تصير مع أي مهندس برمجي، مش كل حاجة بيرفكت، لابد احيانا نلاقي مشاكل واشياء غريبة بتصير معانا، الشيء ده طبيعي جدا يا جماعة. يس بليز اتش، شكرا. لا شكرا، ما ضفليش حاجة في الجيت هاب لسه، أنا اللي حامل الكومنت بنفسي يعني. طيب اوكي كده احنا خلصنا التاسك الاساسيه، خلصنا السيرفر، شغلنا الابلكيشن. المفروض ادخل اجتماع ان شاء الله كمان 20 دقيقه، يعني على الساعه 5:41 المفروض، كمان ان شاء الله 2 او 2 و10 يكون عندي اجتماع اونلاين. ف يا شكلي حنهي الفلوج هذا والحلقة هذه هنا. أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقة اليوم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم أو يومية جديدة من يوميات مهندس برمجيات. كان معاكم خليل، وخميسكم سعيد، السلام عليكم، أو حسب متى حتشوفوا الفيديو هذا، يومكم سعيد، السلام عليكم.